شيخ ابراهيم الكولخي عنده ديوان مدح الان مسجله قاعده بيتكلم، قال انا العبد ابراهيم صاحب فيضتي وجدي رسول الله. ده قال جد الرسول، وانت من نيجيريا وداك من النبي عليه الصلاه والسلام في قريش، لما كيف ذاته؟ لكن قول جدك، مش جدك عايز، قول جدك كويس. قال وجدي رسول الله ختم النبوة، قال وأدخلت قوما في نعيم مخلدي وقوما إلى دار البواري بحكمتي. قال ده عنده ناس جراهم دخلهم الجنة، وجرى ناس بجاي دخلهم النار. انت كلامي ده الطرق. انت قال الصوفية شنو؟ الصوفية شنو انت قايلهم؟ قايلهم الناس بتاع الدين، قايلهم دعاة الإسلام، قايلهم دعاة للتوحيد، ديل دعاة للشرك بالله تبارك وتعالى. ما في طريقة تخلو من الشركيات ومن الكفريات. برهانية بجاي في السوق الشعبي قريب، شيخهم ها بيقول ده شيخهم بجاي محمد سعيد البرهاني مدفون الآن في السوق الشعبي الخرطوم. انت ده بيقول وأجود على أم لترحم طفلها ورحمة من في الكون من بعض رحمتي. تعرف كلام زي ده؟ أبو جهل قال كلام زي ده؟ ما قالوا. انت شيخ الطريقة القادرية، انت ديل كم كده برهانية وتجانية زايد القادرية. ده بيتكلم عن نفسه، قال ضريحي بيت الله من جاء زاره يهرول له يسعى بعز ورفعتي. لو جيت زرت الضريح بتاعه الله بيرفعك وبعزك. انت كلامي والله ده قال تطوف باب البيت بتاعه. ضريحي بيت الله من جاء زاره يهرول له يسعى بعز ورفعته. قال زراعي من فوق السماوات كلها. تقعد تحضر افلام كرتون، قال يده دي بفوق للسما دي الروح. انت قال زراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت امددت راحتي. قال واعلم نبات الارض كم هو نابت. ده قال بعرف النبات جد لوبه برسيم كبكبه تنباك بنجو كله بعرف كله حافظه. قال وأعلن نبات الأرض كم هو نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي. عدي الرمل حق الواطدة عدي جت. إمتى قال وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي لحد ما قال أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة. ربنا عز وجل مش قال عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. شيخ الطريقة ده قال أنا قاعد جوا جوا هنا، قال قاعد قاب قوسين أو أدنى جوا هو قاعد. والله عز وجل قال ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهمت ده من حشر قاعد. كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة. أنا كنت تعال شوف الكذب مع إبراهيم ملقا بناره لا تفك منك الليلة. انت ملقا بناره وما برد النيران الا بتفلتي. قال طف النار حقت ابراهيم. الله مش قال قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. ده قال لا طفى والله يت. انت طيب ما كانت تجي تطفي اليرموك دي؟ اليرموك دي ما كانت تجي تطفيها بس قادر ليلة الكذب. قال انا كنت مع يعقوب في غشف عينه وما برئت عيناه إلا بدعوتي. أنا كنت مع راعي الذبيحة فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي. أنا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا وأعطيت داودا حلاوة نغمتي. قال أنا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصاي استمدت. أنا الواحد الفرد الكبير بذاته أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة. الرسول قال كلام زي ده عليه الصلاة والسلام. الصحابة قالوا كلام زي ده رضوان الله عليهم. العلماء في واحد فيهم قال كلام زي ده. أبو جهل ما قال الكلام. أنت كلامي أبو جهل عليه لعنة الله ما قال الكلام. والله جد بتلقاه عند الجماعة ديل. عشان كده أنت عليك وتحرص إنه تتحرى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. وما في ذول ما في ذول ممن خلق الله عز وجل يتابع كالنبي عليه الصلاة والسلام. كل الناس ديل الآن لافين شيوخ طرق امتى وحيران ودراويش كلهم لافين ساكت.
كلهم لافين ساكت. لا انا ما في جوطه تجوط ما عندنا بك شغل. قلت لك لو جبت هنا طرت فوق ما عندنا بك طريقه. عام النايم انت لسه نحن ما بنخليك اصول ما بنخليك. والله صحيح والحلقات دي شغاله. انت قال لك دي بس حلقه برا في حلقه في الحجوز في ناكس سوق سته شغاله برضو انت. وبندي الصوفيه زي ما الله عز وجل امرنا. الله قال ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. يذل اهل الشرك ويذل اهل البدع انت لانهم حادوا الله تبارك وتعالى وشاقوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فانت مامور بمتابعه النبي عليه الصلاه والسلام انت بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه انت. فدل الله قال فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا انت. انت ده القران الكريم بين لك الطريق وبين لك الحجه وبين لك المحجه. ونحن ما علينا الا البلاغ والله الذي لا اله غيره. ما علينا الا البلاغ والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. رضي من رضي وسخط من سخط وبكى من بكى وجك من جك وجرى من جرى. ما عندنا شغله والله الذي لا اله غيره. ما في دين زي ما وريتك قبل لعب فيه وما في ابدا ابدا ما فيه لعب. بقي الصوفي تاخذ حقك اخو مسلم تتردم في جبهاجي تتردم شيعي تاخذ حقك سوى اي حاجه وخالفت الرسول هاي تاخذ حقك طوالي بدون مجامله. والله الذي لا اله غيره دي دعوه النبي عليه الصلاه والسلام ودعوه الانبياء عليهم الصلاه والسلام. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.